أما القدرية فهم صنفان. الصنف الأول القدرية الغلاة، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: القدرية مجوس هذه الأمة، والقدرية الغالية الذين ينفون علم الله جل وعلا، يقولون لا، الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. القسم الثاني من القدرية، القدرية الذين ينفون القدر، سموا قدرية لأنهم ينفون لا لأنهم يثبتون، لأنهم ينفون القدر قيل لهم قدرية. القدرية نفاة القدر الذين قالوا إن الله لا يخلق فعل العبد وإنما العبد يخلق فعل نفسه. العبد هو الذي يخلق الصلاة، هو الذي يخلق المعصية، هو الذي يخلق الذكر، هو الذي يخلق قراءة القرآن، هو الذي يخلق المشي إلى آخره. وهؤلاء أيضا قدرية ومناقضون للنصوص وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الفعل فعل الإنسان فعل له، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت تزكي نفسك وأنت تدسي نفسك بفعل المعصية وتزكي نفسك بفعل الطاعة. هذا الفعل الذي يكون منك هل هو خلق خلقته أم هو فعل فعلته حقيقة واخترته؟ هو فعل فعلته حقيقة باختيار منك، لكن من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو الله جل وعلا. كيف خلق الله الفعل؟ لأن العبد لا يمكن أن يفعل الفعل إلا بشيئين. الشيء الأول أن يكون عنده قدرة محصلة لهذا الشيء الذي يريد أن يفعله. الشيء الثاني أن يكون عنده إرادة جازمة بها يحصل الشيء الذي يريد أن يتوجه إليه. فإذا اجتمعت القدرة التامة والإرادة الجازمة غير المترددة حصل للعبد أن يفعل الشيء إذا شاء الله جل وعلا. يعني أن الفعل الذي تفعله، رفع الكأس هذا الذي معي، أنا قادر أني أرفع الكأس، لكن لو ما أردت أن أرفع لا تنفع القدرة، يحدث الفعل لا يحدث. لو كان عندي إرادة ويدي لا تستطيع الرفع، هل يحدث الرفع؟ لا. فإذن يحدث الرفع بقدرة لي على الرفع مع إرادة جازمة أن أرفع. فإذا كانت الإرادة مترددة ما يحصل، واحد يروح المسجد أو ما يروح ما يحصل، واحد يقرأ القرآن أو ما يقرأ ما يحصل. فإذا كان عندك قدرة على الذهاب وعندك إرادة حصل الفعل. القدرة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. الإرادة التي في الإنسان من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلا. إذن النتيجة التي تكون من شيئين خلقهما الله جل وعلا، من الذي خلق النتيجة؟ هو الذي خلق ما به حصلت النتيجة. فإذن خلق الله جل وعلا لفعل الإنسان لأن الإنسان لا يفعل الشيء إلا بما خلق الله جل وعلا، فالمحصلة أنها خلق لله سبحانه كما قال: والله خلقكم وما تعملون. فجعل الذي يعمل يعمله الإنسان، جعل عمل الإنسان، جعله عملا له وخلقا لله سبحانه. فالإنسان يعمل لكن لا يخلق. فلهذا صار التوحيد في الإيمان بالقضاء والقدر أن فعلك أيها العبد هو فعل لك، لست مجبورا عليه، أنت الذي تختار الطاعة وأنت الذي تختار المعصية. وإذا اخترت فتختار بقدرتك وإرادتك، فالله جل وعلا خالق القدرة وخالق الإرادة، وما نتج عنهما فهو خلق الله جل وعلا. ولهذا ضلت القدرية النفاة الذي المعتزلة ومن شابههم في هذا الباب، لأنهم جعلوا العبد يخلق الأفعال والله جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال سبحانه وتعالى. أما الفئة الثانية يقال لهم الجبرية. الجبرية هم الذين يقولون الإنسان مجبور على كل شيء. كيف تفعل الصلاة؟ أنا مجبور على الصلاة. المعصية مجبور على المعصية. ولذلك قيل لهم جبرية، يقولون الإنسان كالريشة في مهب الهواء
يحركها الهوى كيف يشاء، فحركات الإنسان طاعته ومعصيته وأفعاله كلها بإجبار الله جل وعلا له. وهؤلاء الجبرية قسمان: جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاة الصوفية ومن شابههم، الذين يقولوا الإنسان ليس له اختيار أصلا وإنما يفعل به كالريشة في مهب الهواء. والقسم الثاني الجبرية المتوسطة أو الجبرية في الباطن دون الظاهر، يقولون في الظاهر هو مختار لكن في الباطن في الحقيقة هو مجبور على الفعل، وهو قول الأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء يقولون الإنسان مجبور وليس بمختار، وهذا خلاف النصوص التي فيها إثبات اختيار الإنسان. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. الإنسان هو الذي يختار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لأنك أنت الذي اخترت. وهكذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن الإنسان يختار ويفعل وهو محاسب على ما فعل. أما هؤلاء فيقولون الإنسان لا يفعل، لا يخلق فعل نفسه، وأيضا لا يفعل، لأن الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا. الجهمية وغلاة الصوفية يقولون الفاعل ظاهرا وباطنا هو الله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم. يعني الإنسان لما يشرب الخمر من الذي يشرب؟ يقال الله اللي يشرب الخمر، أعوذ بالله. الإنسان إذا فعل معصية يقال الله، الإنسان هو الذي فعل. لذلك جاء الأشاعرة وهم الجبرية المتوسطة فقالوا الإنسان مجبور لكنه مجبور في الباطن، أما الظاهر فليس بمجبور، هو مختار في الظاهر لكن في الداخل الله يجبره. وأتوا لذلك بلفظ جديد، قالوا الأفعال هل يفعلها الإنسان حقيقة أم لا يفعلها؟ قالوا لا، أفعال الإنسان خلق الله وإجباره، لكنها كسب الإنسان، الإنسان يكسبها. كيف يكسبها؟ قالوا تضاف إليه، تضاف إليه إضافة، عند التقاء كذا بكذا حصل كذا. طيب هؤلاء يقال لهم أيضا نفاة الأسباب، الذين يقولون لا يوجد شيء سبب مؤثر. طيب حينما أشرب الماء هذا ويحصل لي الارتواء، هل الارتواء بالماء؟ هل الارتواء بالماء؟ نزل المطر فنبت الزرع، هل النبات بالماء؟ يقولون الإنبات الذي أنبت هو الله، وأنبت عند التقاء الماء بالتراب. الذي أروى هو الله، وحصل الري حين لامس الماء اللسان ودخل في جوف البدن. واحد تزوج وجامع أهله وحملت وولدت، كيف حملت؟ قالوا الله الذي أحملها عند التقاء الذكر بالأنثى. وهذا كما ترى نقص في العقل، لتنفي أن يكون الشيء سببا، هذا ما يصدق واحد يعقل الأمور. ولهذا أتوا بلفظ جديد وهو لفظ الكسب، فقالوا الكسب هذا أحدثه الأشعري، وهو موجود في القرآن وفي السنة بمعنى العمل، وهو الذي يقول به أهل السنة، وأحدثوا لفظ الكسب، وهو أن الكسب هو أن العمل يضاف إلى العبد إضافة مقارنة وليس إضافة فعل وعمل حقيقة. لهذا قال بعض العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهسمي وطفرة النظام. يعني ما يعقل، لما كان لا يعقل أصحاب الأشعري والأشاعرة كثير منهم مفسر القرآن، مما لا يعقل هنا أتوا إلى تفسير الكسب فاختلفوا فيه لأكثر من 10 أقوال، كل واحد عنده تفسير للكسب.
والكسب في القرآن قال جل وعلا لها ما كسبت، يعني لها إيش؟ ما عملت. ثم توفى كل نفس ما كسبت، وفي الآية الأخرى ثم توفى كل نفس ما عملت. فالكسب في القرآن والسنة هو العمل. لماذا سمي كسبا؟ لأن العبد يحصله بنوع مشقة، ففيه اكتساب. ولهذا قال جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرق الله جل وعلا في الطاعة بين الطاعة والمعصية، فقال في الطاعة كسبت، وقال في المعصية اكتسبت. لماذا؟ لأن الطاعة ميسرة، قال لها ما كسبت، يعني الطاعة ميسرة فيمكن أن تحصلها بأسباب ميسورة. أما المعصية تحتاج منك إلى مخالفة للفطرة وللإيمان الذي في قلبك حتى تفعلها. لهذا زاد المبنى ليدل على زيادة المعنى، فقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني ما يمكن تكسب المعصية أنت بسهولة، أيضا فيها مشقة على النفس، يعني من جهة تحصيلها ومخالفة للإيمان ومقتضى طاعة الله جل وعلا. أهل السنة وسط في ذلك بين هاتين الفرقتين، ما بين الجبرية وما بين القدرية، فيقولون إن الله جل وعلا قدر الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى، وأن هذه الكتابة لا تعني الجبر ولا تعني أنه جل وعلا لا يخلق الأفعال، بل هو سبحانه قدر وكتب وتحصل الأشياء. إذا كان كذلك، فهل الإنسان يفعل الأشياء بمحض إرادته وتحصل؟ الجواب لا. ولهذا يدخل في صميم مبحث القضاء والقدر التوفيق والخذلان، فما من عبد يحدث له شيء من الخير إلا وهو توفيق من الله جل وعلا، وما من عبد يفعل فعلا من معصية الله جل وعلا إلا والله جل وعلا قد خذله. ولهذا قال النبي الصالح عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. فما معنى التوفيق وما معنى الخذلان؟ تؤمن بالتوفيق وبالخذلان، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالتوفيق أن تعلم أنه لا يمكن لك أن تفعل شيئا إلا من الطاعة، من الخير، مما فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة، إلا والله جل وعلا يعينك عليه. وإلا لو وكلك إلى نفسك لكان الشيطان والمضادات تمنع من تمام العمل. لهذا المؤمن يرى أن لله جل وعلا عليه منة في كل فعل يفعله، لأنه هو يريد أن يتوجه إلى الطاعة، يريد أن يتوجه إلى المسجد، يريد أن يكون من الصالحين، فلو لم يعن من الله جل وعلا ووكل إلى نفسه جاءت الشياطين والفتن وجاء أصحاب السوء وأتاه بما يصده عن الحق. لهذا قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لله منة بتوفيقه. فما معنى التوفيق؟ لفظ التوفيق والخذلان مما اختلف فيه الذين تكلموا في القدر. فهناك تعريف للتوفيق والخذلان عند أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، وهناك تعريف له عند الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم من الجبرية المتوسطة، وهناك تعريف له عند القدرية. الذي يهمنا من هذا لقصر الوقت تعريفه عند أهل السنة والجماعة أن التوفيق هو إعانة خاصة من الله جل وعلا لعبده في تحصيل ما يرضيه، والخذلان هو ترك العبد لنفسه فيما يعمل من الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه يقول ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أدنى من ذلك. ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين، لأن العبد لو وكل إلى نفسه في طرفة العين هذه ما حدث. إذن لابد من إعانة من الله جل وعلا. لهذا العبد الصالح المؤمن إذا حصل رزقا يعلم أن الله هو الذي يسره، إذا فعل طاعة يحمد الله جل وعلا عليها، فالله هو الذي يعين، والله هو الذي يسر، والله هو الذي يهدي العباد. أما القدرية فهم